السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حديت ما تردوا علي، حتى وإن كان حاكي للسيستم إنه في ناس عم بسمعوا، ما بكون مطمئن إنه بالفعل عم تسمعوا. أي سؤال؟ نتابع في برنوليز إيكويشن. في المحاضرة السابقة آخرها كنا عم نتحدث على بعض التطبيقات برنوليز إيكويشن، اللي كان آخرها موضوع استخدام البيتت أو البيتوت تيوب في قياس الفلوريت. هو البيتوت تيوب بقيس فيلوسيتي، بعديها من الفيلوسيتي في حسبة، يعني مثلا اذا كان عندي اوبن شانل قلنا بنعمل انرجي بالانس بين بوينت 1 وبوينت 2 وبنطبق برنوليز ايكويشن عليهم. بالاخير بيطلع عندي انه الفيلوسيتي ات بوينت 1، الفيلوسيتي هير اوكي is equal to 2 في G في H1 تحت الجذر. طب هذا أعطاني velocity، وين الفلو ريت؟ قلنا الفلو ريت إذا أنا عارف الفيلوسيتي، إذا أنا بعرف الفيلوسيتي ليش مش راضي يكتب؟ أنا بعرف الفيلوسيتي، في مشكلة عندي بالهذا المات، ما راضيش. إذا أنا بعرف الفيلوسيتي شو بلزمني عشان أعرف الفلوريت؟ جاوبوني. الكروس سكشن الاريا، بدك الكروس سكشن الاريا، فبالتالي لسبب ما مش راضي غيرنا اللون صار الله اعلم. طيب فاذا انا بكون عندي الكروس سكشن برجعش بكتب شات. اذا عندي الكروس سكشن الاريا وعندي الفيلوسيتي اضربهم مع بعض بيعطيك كيو اللي هي الفوليومتريك فلوريت وسلامتك. طيب وهذا كان مثال بسيط بالارقام، اظن ناقشنا الاكزامبل هذا. وبعديها رحنا على البيتوت تيوب، ستاتيك بيتوت تيوب. هذا هون يعني مش انه دايناميك بس استخدامه في اوبن تشانلز. هذا النوع من البيتد تيوب استخدامه في الكلوزد تشانلز وبالهواء الطلق. طيب يعني بمعنى اخر هذا في الاوبن تشانلز بيلزمني اعرف الارتفاع هذا من هون لهون لسبب ما خلينا نغير الماوس. مرات قال لك اللي ما بيجي معك نفس المشكلة. المشكلة وين بدها تكون؟ طيب نشوف المشكلة بالهايلايت، بيطلع الخط عريض بدناش نكتب فيه، بس فينا نرفع الهايلايت. طيب مش عارف، خلينا نمشي المحاضرة قصة بعدين نشوف شو المشكلة كيف نعالجها. جانا الهايلايت، شو كنا نحكي؟ نسونا. هون كنا عشان اعرف الفلو بالشانل. طيب وفرض بدي اعرف الفلو في بايب، ما في عندي بيتوت تيوب تاع اشوف شو الارتفاع فيه وما شابه ذلك.
البايبس برضو نفس الفكرة، بنحط بنعمل انرجي بالانس بين بوينت 1 وبين بوينت 2، بيطلع اذا بتطبق برنوليز ايكويشن اللي انا حاططها فوق. اوكي التيرمات لاحظوا 1 و 2 على نفس المستوى، الجهاز يبدو بده اعاده تشغيل، فانا خليني فلما بعمل انرجي بالانس بين بوينت 1 وبوينت 2 التيرم تاع البوتنشال انرجي بيروح، لانه 1 و 2 على نفس المستوى، على نفس المستوى ما في شافت ورك. ممكن هذا برضو برجع ما يكتبش، ما في شافت ورك. لا اله الا الله، ما فيناش نستمر هيك طول الوقت. نرجع نشغل المحاضرة تاعتنا من جديد. ان شاء الله يكون رجع يكتب. نقول ان شاء الله. لا نفس المشكله، بس شو القصه؟ نعمل انرجي بالانس بين بوينت 1 وبوينت 2، ما في عندي شافت ورك. يوجوالي وي اسيوم انه ما في فريكشن، فمنطير يعني. بس هون لاحظوا الفريكشن كنا مخبينه، هلا منطيره. هذول الترمين يبقوا هذا بروح. الان بس لاحظوا بوينت 2 ما في فيلوسيتي، يعني الفلويد ما بفوت وبرد يطلع. اما في فرق ضغط بين بوينت 2 وبين بوينت 1 اللي هي من ناحيه عمليه، هذا الجهاز بقيس فرق الضغط بيناتهم، فرق الضغط بين هون وبين هون. فبكون في عندي نفس الفلويد اللي جوا ماشي هو نفسه اللي فايت في التيوب، وصل لهون بس. والفلويد اللي ماشي هون بيعبي هذا الخط اللي عند البريشر ميجرينج او الدلتا بي ميجرينج ديفايس، سم كايند اوف بريشر ديفرنس ميجرينج ديفايس، مثل مانوميتر على سبيل المثال. فبكون عندي قياس للدلتا بي. هلا ليش في 2 طارت؟ لانه ما في عندي فلويد فلو لجوا البايب مستمر، يعني ما في عندي فيلوسيتي. يعني في البدايه بده يعبي، بس متى ما عبى خلص بصفي الفلويد اللي جوا ستاتيك. وبالتالي في 2 بتطير، بضفي بس عندي V1. فبالتالي هذه هي المعادله. قال لك نيجلكتنج الفريكشن، الان بتحل بدلالة V1، بيطلع V1 تساوي دلتا P ضرب 2 على رو raised to the power of 1/2. هلا حاطين ملاحظة تحت بيتوت أو بيتوت ستاتيك تيوب is the standard device for measuring the air speed of airplanes and is often used for measuring velocity in pipes or ducts. بالذات في الـ air pollution sampling procedure. أنا هون حطيت لكم صورة الطيارة. وين البيتوت تيوب؟ هي مكتوبة هون والسهم بيأشر على هذا، وفي واحد تاني هون بيحطوا 2. ليش بيحطوا 2؟ مرات بيحطوا أكثر للدقة، مش للدقة. في بعض الأحيان هاي الـ الأدوات تخرب، فعشان تكون أنت يعني واثق من الجواب، مش دقة الجواب، واثق من
القراءة، يحطوا اثنين مرات، ثلاثة مرات، أربعة، حسب seriousness of knowing the speed. لأنه الطيارة هي ماشي، يصير الهواء يفوت لجوا، أوكي، ونظامه هذا النوع نظامه زي هذا النظام، نظامه زي النظام هذا اللي لسه ما حكيت عنه، مفروض أجلت الصورة هاي لبعد هاي. هاي البيتر ستاتيك تيوب بيكون في عندي فلو بهذا الاتجاه لعند الجهاز اللي بده يقيس الدلتا بي. دلتا بي بين ايش وايش؟ بين الفلويد اللي بيعبي الخط هذا، وهون بيكون فتحات على جانب الفلويد بيعبي الجهة الثانية. بعضهم مرسومين بلونين مختلفات، فلويد بفوت من هون بيعبي، وفي فلويد بفوت من الفتحات الجانبية، فهو بقيس دلتا بي بين الفلويد اللي في الداخل والفلويد اللي في الخارج، وبطبق المعادلة نفسها اللي هي الفيلوسيتي تساوي الدلتا بي على رو. دلتا بي الجهاز بيعطيك إياها، والدنسيتي هي الدنسيتي للماتيريال اللي أنت في داخله، بالنسبة للطائرة هي الهواء، أوكي. فانتهينا، طلع فيلوسيتي. فواحد من الأجهزة بيقيس والثاني بيقيس، إذا تطابقوا within a certain error معناها القراءة صح، إذا ما تطابقوا يعني كانت القراءات بعيدة عن بعضها، شو بيستنتج الطيار؟ أنت الطيار وكل جهاز من هذول أعطاك قراءة للفيلوسيتي تختلف عن الثاني significantly، واحد منهم فيه غلط. هذا احتمال. شو الاحتمال الثاني؟ في كمان احتمال. اثنين فيهم غلط؟ ممكن اثنين فيهم غلط. هلا إذا كانت القراءة الأولى والثانية within an acceptable error، خلاص معناها القراءة تعتمد. إذا اختلفوا عن بعض بصير بده مرجح، فبده يلجأ لشيء آخر في الترجيح. هلا في الصناعة بحكيكوا شغلات في الصناعة، في قراءة التمبرتشرز والبريشرز وكذا، depending on how serious القراءة مهمة لنا، بنحط جهاز بقيس. إذا serious كثير بحط جهازين، إذا كثير جدا بحط ثلاثة. فبالتالي إذا واحد أعطى error، أوكي، بيكون عندك ثلاثة عم بقيسه. إذا اثنين مثلا قال لك، إذا عندك الفلو مثلا كان velocity too high، إذا كان عندك ثلاثة والثاني أعطى too high والثالث ما أعطى إنها too high، صار عندك two out of three. أوكي، two out of three بتقول معناها القراءة عندي بالفعل high. هلا إذا كانوا اثنين، إذا كانوا اثنين، واحد أعطاك إنه السرعة عالية جدا والثاني ما أعطى إنه السرعة عالية جدا، الآن يعني إذا الشغلة خطرة بتعتمد اللي أعطتك إنه too high، ما بتفترض إنه في واحد فيه خلل ابتداء بدك تتصرف وبعدين تبدأ عادة تشوف وين الخلل، بس ابتداء أنت بيهمك إنك تتصرف كأوبريتور، كمشغل الطيار في هاي الحالة. الطيار إذا كنت في مصنع كيماوي بتشتغل وعم تقرأ بريشر وأعطاك الريدينج إنه البريشر عالي وبريشر جيج تاني قال لك لا طبيعي، مين بتعتمد؟ ابتداء بتعتمد على العالي لانه هذا فيه خطوره، مش بتقول مو يمكن هذا فيه خلل، الثاني بيقول لي انه البريشر عادي خلص كمل الشغل، مو في واحد من البريشر جيجز بيحكي لي انه عادي، بس اذا طلع بالفعل البريشر عالي وانت اعتمدت البريشر المنخفض على اساس انه هي القراءه المعتمده بالنسبه لك، انت بتكون حطيت السيستم في خطر. هذا على كل حال تاخذوه، يمكن تاخذوه في السيفتي، ما اظنش يعني انه ساعتين بيلحقوش تاخذ الحكي. طيب الان في جهاز اخر بيستخدموه في قياس الفلو، طبعا احنا بنقيس فيلوسيتي، ومن الفيلوسيتي بنعرف الفلو ريت عن طريق ضربها بالكروس سكشنال اريا زي ما احنا شايفين هون. هلا في شيء بيسموه الفنتوري ميتر. شو الفنتوري ميتر؟ الرسمة اللي انتم شايفينها هذا هيك، هذا عبارة عن فنتوري ميتر، مش حاطط له صور حقيقية،
هذا بجيب لكم صورة حقيقية بالفعل صورته زي ما انتم شايفينه. طبعا البايب تاعنا هذا بيستخدموه في قياس الفلوريد داخل البايبس. البايب تاعنا يكون راكب هون وراكب هون. ايش يعني؟ يعني كأنه نقول هذه عبارة عن قطعة بدها تركب على الخط، على الخط. شو مبدأ العمل تاعها؟ برضو تطبيق مباشر على برنوليز إيكويشن. لاحظوا بنعمل انرجي بالانس بين بوينت 1 وبوينت 2. بوينت 1 و 2 على نفس المستوى. فال مش حاططها المعادله، بس التيرم تاع البوتنشال انرجي بيطير وما في عندي ورك، شافت ورك ما في، ما لاحظوا ما في عندي لا شفرات بتدور ولا مراوح ولا ما يحزنون، فبالتالي بضل عندي فقط الترمات هاي. اوكي هلا بضل، هل الفريكشن نعتبره صفر نهمله ولا ما نهمله؟ هلا اذا اهملناه، اذا اهملناه بتحل المعادله هاي بدلاله الفيلوسيتي ات بوينت 2 بيطلع هاي الجواب. طيب من وين اجت هاي في 2؟ طب وين في 1؟ هاي في 1 من الماس بالانس. اذا كان عندي كونستانت دنسيتي لاحظوا في 1 ضرب اي 1 تساوي في 2 في اي 2. V1 A1 شو تساوي؟ الماس لو ريت at point one. متفقين على هذا الحكي ولا في حدا يعني مش شايفها؟ هلا إذا كان عندي constant density يعني فيش steady state، steady state mass is conserved، برضه بده يساوي V2 في A2. معناها V1 في A1 تساوي V2 في A2، وبالتالي V1 بدها تساوي V2 ضرب الريشيو تاع A2 A1. هلا شو A1 و A2؟ الكروس سكشنال اريا. شنو هو كروس سكشنال اريا؟ عند بوينت 1، بوينت 1 هذا هو الكروس سكشنال اريا، وعند بوينت 2 هذا هو الكروس سكشنال اريا اللي هو المنطقة هاي الدائرية. فإذا area 2 على area 1 ضرب الـ velocity at point 2 يساوي الـ velocity at point 1. طيب هلا بصير الآن بإمكاني أجي أعوض محل الـ V1 بهذا الكلام، وخلي هذا الترم زي ما هو، تعمل شوية simplification، ignore the friction، ignore the friction، بيطلع عندك الـ velocity at point 2 تساوي delta P بالسالب، يعني ماينس دلتا بي، لانه لما نحكي دلتا بي معناها بي 2 ناقص بي 1، هون محطوط بي 1 ناقص بي 2 معناها الجواب بده يكون ناقص دلتا بي، يعني معنى اخر هذا التيرم لما بجيبه على الجهه هاي بصير ماينس بي 2 زائد بي 1، معنى اخر بي 1 ناقص بي. والتنين بتضربها على الجهة هاي ضرب البي، وبتقسم على الرو، الرو بضلها في المقام، وبتقسم على الترم تاع هذا الترم، بس تبسطه بطلع معك الجواب هذا. طيب هذا الآن الفيلوسيتي على الكروس سكشن الصغير. هلا هون بيجوا جماعة الميكانيك، اوكي، وحتى احنا الكيماوي، assuming no friction، assuming no friction الـ velocity هيك بيطلع الجواب تاعها. هلا في الميجرمنت بلاحظوا ان الـ velocity هاي بتكون اعلى من الحقيقي، اعلى بشوي مش اعلى بكثير. اذا الـ velocity هاي اعلى بشوي معناها الـ velocity الحقيقيه اقل، فراحوا قال لك طيب خلينا نضرب بفاكتور سموه سي في، او السي في مش مش الهيت كاباسيتي كونستانت فوليوم، لا هذا بيسموه discharge coefficient. من وين جابوا V و CV؟ هيك هيك بيستخدموا الاختصار هذا له جماعة الميكانيك، هذا بيسموه discharge coefficient. اوكي هذا discharge coefficient بيعدل الـ velocity بحيث انه تصير قراءة الـ velocity او الميجرمنت تاعت الـ velocity اقرب الى الصحيح، اقرب الى الصحيح. طب ليش الـ velocity هاي بتكون اعلى
من الحقيقي لأنه إحنا أهملنا هذا البارامتر اللي هو تعالي فريكشن. هلا الواقع الحالي إنه في عندنا فريكشن هون this throat عند العنق هذا في عندنا، وهذا بيطلع عندي فريكشن effects and for the fact that the flow is not uniform across any cross section، بس هي بشكل رئيسي عشان الفريكشن. فبالتالي to account for friction، وبرضو موضوع انه not uniform flow جابوا هذا الكوفيشنت. بصير مشكلتي انه كيف اعرف الكوفيشنت هذا، من بدي اجيبه؟ هذا له تشارت، هاي التشارت تاعه، هاي الديسشارج كوفيشنت. لاحظوا قديش القيم تاعته الكيرف، هذا الكيرف تاعه الكيرف الفوقاني والكيرف التحتاني، هذول البلس ماينس تاعه، لانه هو في له موضوع الدقه تاعته ضمن البلس ماينس اللي كاتبينهم. هاي كاتب لك من تحت اذا بتقراوا معي، the dotted lines represent the range of the scattering in the experimental data. يعني لما الواحد بيعمل تجربة، هذا الخط الصلب هون هذا عبارة عن average، هذا اللي هون هذا average، وهدول المقطعات عبارة عن the plus minus تاع average. تذكروا أنتم لما بتعملوا تجربة واحدة وفيها قياسات كثيرة، شو بتسوي أنتم؟ عندك مثلا 10 قياسات عم بتقيس temperature، أخذت 10 قراءات للتمبرتشر، بعديها شو بتروح بتسوي؟ ناخذ الافرج. تاخذ الافرج، هاي الخطوة الأولانية. طيب هلا إذا واحدة من قراءات الحرارة كانت مثلا 20 وقراءة ثانية مثلا كانت 40 والقراءة الثالثة كانت 30، أوكي، شو وقراءة رابعة عندك مثلا 90 وقراءة خامسة كانت مثلا 10، هيك القراءات طلعوا معك. أنا عم ببالغ في الحديث ده. طب تأخذ الأفرج تاعهم، قديش الأفرج تاع هذول؟ قديش تجمعهم تقسم على خمسة، 40 و 40 80 و 20 100 و 190. لما تقسم 190 على 5 شو بطلع؟ لسه ما طلعتوها. 38 190 على 5 بطلع 38. فأنا باجي بقول حرارة عندي 38 درجة. هذا مضلل الرقم. ليش مضلل؟ لأنه من ناحية عملية أنا عندي سكاترينج كثير في الأرقام. سكاترينج يعني في تشتت في الأرقام. شو الشيء اللي بيخليني أعرف التشتت هذا؟ التشتت زي هاي، هذا كيف تشتت، هذا التشتت. بالعربي في شيء اسمه التشتت المعياري، بالإنجليزي شو بسموه؟ ستاندرد ديفيشن. نعم الستاندرد ديفيشن. فبتروح بتطلع الستاندرد ديفيشن لهاي الارقام. بالنسبه لنا هاي الستاندرد ديفيشن اوكي، الستاندرد ديفيشن بيطلع 31 degrees C. شو يعني هذا الحكي؟ يعني هذا الافرج وفي بلس minus 31. هلا لو كان انا مثلا قراءاتي كانت مثلا 42 40 38 36 34، هاي خمس قراءات، في الافرج تاعهم مبين من النظر انه 38. معي ولا مش معي؟ الافرج تاعهم بعده 38، بس شو الستاندرد ديفيشن تاعه؟ 3
degrees. هذا الافريج تاعه 38 البلس ماينس تاعه 30. فهذا افريج 38 وهذا افريج 38، بس هذا 38 تاعته زائد ناقص 30 وهذا 38 الثاني زائد ناقص 30. شو بيعبر عن هذا الحكي الان بالنسبه ان الديسشارج كوفيشنت مثلا الجماعه اللي بيعملوا التجارب قايسينه وملاحظين انه هذا كافرج بيكون هيك، هذا الافرج بعدين هذا هيك بيطلع وهذا الزائد والناقص تاعه. طيب وين الديسشارج كوفيشنت؟ الديسشارج كوفيشنت لاحظوا على الجهه هاي اعلى قيمه له واحد، مش اعلى قيمه حسب التشارت اللي عندي هاي الواي اكسس أعلى قيمة كم إله؟ واحد. مش ضابطة معي، أعلى قيمة على الكيرف. ترى أنا عم بخربش لأنه مش راضي الماوس يمشي معي صح. في إشكال عندي في في الماوس. ممكن. هذا عم بيموج لانه ايدي مش راضي تمشي لورا. قديش ال في هذا الزون، في هذا الزون هيك مبين انه ستريت لاين والفاليو تاعته 0.985 تقريبا. يعني التصحيح ضرب 0.985 يعني مش هالبيج ديل يعني. بينما اذا كنت انت في هاي المنطقة عم تقرأ برضو 0.96 يعني برضو مش هالبيج ديل. بس كيف أنا بدي أعرف وين أنا على الكيرف هذا؟ على أي نقطة أنا على الكيرف؟ بدك إشي بنسميه رينولدز نمبر. الآر هاي اختصار لإشي بنسميه رينولدز نمبر. هيا رينولدز نمبر. لأن شو هو رينولدز نمبر؟ لسه أنتم ما أخذتوا. مر عليكم رينولدز نمبر ولا لسه؟ لا ما مر علينا. ما مرش. رينولدز نمبر هو عبارة عن شغلة بنسميها نون دايمنشنال جروب. نون دايمنشنال جروب. شو يعني نون دايمنشنال جروب؟ يعني مجموعة. هاي رينولدز نمبر. 1 لأنه جايبينه على النقطة رقم واحد هون. هاي النقطة 1. حسابه بدك تجيب الدنسيتي للفلويد اللي عند بوينت 1 والفيلوسيتي للفلويد عند بوينت 1 والديامتر تاع السيستم عند بوينت 1 والفيسكوسيتي للفلويد عند بوينت 1. هلا فيسكوسيتي بتعرفوها مرت عليكم في بدايه الفصل الدراسي هذا. الدنسيتي بتعرفوها والفيلوسيتي بتعرفوها والديامتر بنعرف شو يعني ديامتر. هلا عرفنا كيف حسابه بيتم، بدي هاي البارامترز. هلا اذا بحط الدايمنشنز تاعتهم يعني الدنسيتي مثلا ماس على فوليوم، فوليوم يعني لينث تكعيب. اوكي؟ والفيلوسيتي عبارة عن لينث على تايم متر بير سكند مثلا. والديامتر عبارة عن لينث. تمام؟ لينث تربيع نعم؟ لينث تربيع ولا؟ لا لا تو. ديامتر شو؟ متر وحدة لينث. الفيلوسيتي برضه وحدة لينث على تايم. الدنسيتي وحدة ماس على لينث تكعيب، كيلو جرام للمتر مكعب مثلا. الفيسكوسيتي اوكي عبارة عن ماس على لينث على تايم. مثلا جرام على متر سكند، جرام على سنتيمتر سكند. لاحظوا اليونت شو بصير فيها؟ هاي الماس بتروح مع الماس هاي، تايم هون في المقام بروح مع التايم اللي في مقام المقام. عندي هون لينث مع لينث بروح مع اثنين من الالز، بضل عندي ال بتروح مع المقام المقام. صفى شو الدايمنشن عندي هون للرينج نمبر؟ نون دايمنشن ما له دايمنشنز. حيمر عليكم بالمواد تاعت الفلويد هاي اول شيء بمر علينا رينولدز نمبر، بمر عليكم بالهيت وبالماس ترانسفير، ماس ترانسفير، ماس ترانسفير
other non-dimensional groups. بتهمنا كثير في هاي المواد لأنها بتحيد فيها موضوع اليونتس. يعني لما نقول range number عندي بس يكون عندي رقم نوع الفلويد خلاص حطيته على جنب. نوع الفلويد دخل في الحساب. يعني نوع الفلويد هاي density viscosity جزء من الحسبة. بس مجرد ما صار تقول range number مثلا 10,000 خلاص range number 10,000 لا يقال لأي فلويد ولا أي سيستم لأي معنى الفلويد والسيستم دخل في حسابه فصفى 10,000 على سبيل المثال أو 20,000 أو 35,700 whatever. يعني لاحظوا الديسشارج كوفيشنت عشان أطلعه من الفيجر هذا شو بلزمني؟ بلزمني أعرف رينز نمبر وعندي الكيرف. هذا الكيرف جنرال ترى مش لمادة بعينها. هذا الكيرف اللي أمامنا لجميع المواد. فإذا أنا عرفت رينولدز وليكن مثلا طلع مثلا رينولدز 3 مليون أو عفوا 300,000 هاي 3 و 100,000 100,000 معناها هاي 200 هاي 300,000 فعند رينولدز 300,000 شو بيطلع الديسشارج كوفيشن تقريبا 0.984 تقريبا 0.984. يجوا بقول يا دكتور لحظة شوي ما أنا الديامتر على عيني وراسي. الديامتر عند أي بوينت كنا مطلعينه إحنا رينولدز نمبر عند بوينت 1. الديامتر عند بوينت 1 بنعرفه بنعرفه هي. والفيلوسيتي عند بوينت 1 بنعرفها. والله الفيلوسيتي عند بوينت 1 بنجيبها من V2 و V2 هاي حسبتها مرتبطة بالدلتا P اوكي ماينس دلتا بي والرو والاريا ريشو بين 1 و 2 والاريا ريشو بين 1 و 2 مرتبطه بالجيومتري اللي هو الديامتر عند 1 والديامتر عند 2 يفترض انه انا هذول بعرفهم. طيب اذا انا عشان اطلع رينولدز نمبر بدي هذول بروبرتيز هذا مقاس من السيستم هون والفيلوسيتي ات بوينت 1 هي اللي هي نطلع بدلالة V2. بس V2 كمعادلة هاي من وين جبناها؟ جبناها من برنوليز equation and we ignored the friction the discharge coefficient to account for friction. إذا مش هاي المعادلة اللي بدي استخدمها استخدم هاي. إذا عشان أطلع V1 بلزمني V2 عشان V1 بتلزمني range number okay. عشان أطلع V2 هذا الحكي ما عندي مشكلة فيه. مشكلتي أنا بعرفش discharge coefficient أصلاً. أنا عم بعمل هالسلافية عشان أطلع discharge coefficient بدي رينولدز عشان أطلع discharge coefficient وأنا بدي discharge coefficient عشان أحسب رينولدز. عندنا مشكلة ولا ما عندنا مشكلة؟ انتوا شايفين المشكله ولا بحكي مع حالي؟ بدنا V1 عشان نطلع V2 عشان نطلع ال V1 عشان اطلع رينولدز اللي بيلزمني عشان سي في والسي في بتلزمني عشان اطلع V1. وبالتالي كيف بنتعامل مع هذا عمليا؟ هلا في عندنا مثال حلينه عمليا. ابتداء ننظف السكرين ابتداء بنهمل هذا ونتعامل مع السيستم انه ما في عندي فريكشن. فبطلع استيميشن لفي 2 لاحظوا ما في عندي. طلعت في 2 بطلع في 1 طلعت في 1 بحسب رينولدز صار عندي رينولدز. الان باجي على التشارت عندي الان فاليو للرينولدز بروح باخذ قيمه الفي سي في وبروح بعوضها مره ثانيه بعوضها الآن هون بدل ما كانت واحد أنا شلتها يعني اعتبرتها واحد هلا صار عندي رقم لها بعوضه وبحسب V2 بعدين بحسب V1 وبحسب رينولدز مرة ثانية وبطلع السي في مرة ثانية. بتضل تعمل ايتريشن لحد ما السي في تثبت عندك. وخلينا نفتح زوم جديد لأنه ظل لنا أقل من 1